رجل دين يحرم مشاهدة لبؤات الأطلس ويحملهن مسؤولية الأسعار والحرائق بسبب غضب الله. حرم رجل دين يدعى حمزة الخالدي مشاهدة مباريات كرة القدم النسوية، لا سيما لبؤات الأطلس في المغرب، بعدما أصبحن حديث البلاد جراء تأهلهن إلى كأس العالم ونهائي كأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ المملكة والعالم العربي. واعتبر الخالدي أن مشاهدة النساء يلعبن كرة القدم حرام، وقال إن مشاهدة كرة القدم الرجالية مسموح بها بشروط، وفي حال تخطيها تصبح غير جائزة، لكن مشاهدة النساء يلعبن فهو حرام، مستشهدا في هذا الشأن بعدد من رجال الدين.